سلام سلام المسيح معاكم، وكل سنة وانتم طيبين. وقد ايه فرحان جدا ان انا في وسطكم تاني، مش مبالغة ولا هي مجاملة، ان انا بلتقي نفسي هنا في وسط مشاعر طيبة صادقة بتحب ربنا قوي. بقول يا رب قدرني ان انا استاهل اخد بركة الناس الطيبة الحلوة دي. فبجد محتاج صلواتكم بشدة، مش كلام، لكن من غير صلواتكم دي أي حفرة هقع فيها هقول للناس دي ما بتصليش لابونا، خلاص، حتى لو حفرة في الشارع. فبجد محتاج فعلا صلواتكم، ويبقى خدمتنا كلنا لها هدف واحد فقط، مجد اسم ربنا. يعني احيانا بتبقى الخدمه تتعب صاحبها لو كان بيفكر في حاجه تانية غير اسم ربنا. دايما كل اعمالنا كل افعالنا لمجدك يا رب، ويرى الناس كل اعمالكم الصالحه لايه، فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. انا طبعا فاكر هذا الاجتماع الجميل من المرات اللي انا حضرتها قبل كده. المفروض ان هم المتزوجين حديثا، مش كده اخ عماد؟ والمقبلين على الزواج. ودايما بنقول الزواج الزواج الارضي اللي احنا عارفينه علاقه ثالوثيه بين ثلاثه، زوج زوجه المسيح، بعكس كل اشكال الزواج لغير المسيحيين بكافه طوائفهم. يعني مش عاوز اقول حتى لبعض الطوائف المسيحيه كمان اللي ما بتعترفش ان الزواج سر، احنا بنقول جوازنا علاقه بين ثلاثه، زوج زوجه المسيح، وده الشريك الوحيد اللي ممكن نسمح له ان هو يدخل بين الزوجين. ويقولوا بس في جوازه لازم تتم لكل من الزوجين قبل الجوازه الارضيه، اللي يقولوا عليها جوازة النفس بالمسيح، الجوازة الروحية. ولو الإنسان فشل في جوازته الروحية استحالة ينجح في جوازته الأرضية. يعني كل من الزوج والزوجة لازم الأول يتجوز قبل ما يتجوز. الزوج قبل ما يتجوز مراته فعلا لازم يكون كنفس بشرية اتجوز عريسه السماوي المسيح، وعلى قد نجاحه في الجوازة الروحية بيكون النجاح في الجوازة الأرضية. مش هنطول كتير في البعد الروحي للسر الزيجة المسيحية، لكن أما بنسمع ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب بما فيها حتى الجوازات بتاعتنا، بما فيها كل أمورنا، اللياقة والترتيب فيما يخص الزواج المسيحي مهم جدا. لازم اخد كافة الاحتياطات عشان جوازتي تنجح. لازم اكون عارف شريك حياتي كويس. شريك حياتي ده انسان زيه، جسد ونفس وروح، له عقل مش موجود عند اي مخلوق اخر، وله عاطفة. الانسان مزيج من الخمس حاجات دول، جسد ونفس وروح وعقل وعاطفة. مهم جدا ابقى عارف حتى وانا بختار شريك حياتي المكونات الخمسه دي كويس. اما بنقول جسد ونفس، ما اكتفيش ان انا بختار شريك حياتي بناء على معايير جسديه بس، ولا نفسيه بس، ولا روحيه بس، لا، لازم مزيج من كل ده. النهارده هنقف عند حته بسيطه بتقع من بعض مننا في الجزء النفسي بتاع شريك حياتي. زوجين، في راجل في امرأة، ربنا خلقهم من البداية راجل وامرأة. صحيح المرأة أخذت من الراجل عشان يحس إنها حتة منه، وإنها عطية خاصة جدا جميلة أوي من ربنا. لكن ربنا خلق آدم وحواء من جنسين مختلفين. فإحنا النهاردة هو بسرعة
نعرف ان اللقاء بتاعنا من بدايته لنهايته من 8 ل 9 في منه جزء مناقشه. فحللني يا ابونا، ممكن هتبقى المناقشه مش لازم في النص ساعه الاخراني بس، لا في وسط الايه الوقت كله يعني اذا كان ممكن يعني. فهنشوف مع بعض سيكولوجيه او نفسيه الجانب النفسي للراجل والمراه، لان هنكتشف ان بيفوتنا حاجات كتيره. احيانا الزوج بيتعامل مع زوجته انها المفروض تفهم كذا، والزوجه نفس الكلام، تبقى نظره احاديه، علما بان لو الراجل عارف سيكولوجيه المراه هيكتشف انه بيغلط في حقها كتير قوي، والزوجه لو عرفت سيكولوجيه الراجل زي ما ربنا خلقه هتكتشف انها قصرت في حقه جدا. وهيفرق كتير لو عرفنا شويه امور. احنا شايفين منظر جميل كده، ادم وحواء في بيتمشوا في الجنه قبل السقوط، وربنا خلقهم متساويين في حاجات ومختلفين في حاجات. متساويين في القيمة، الراجل والمرأة قدام ربنا واحد من ناحية القيمة، الاتنين قيمتهم واحدة، لكن مختلفين في الطبيعة، ومدي لكل واحد دور. الرجولة مش رتبة تفوق رتبة المرأة، حاشا. الاتنين متساويين في القيمة، متساويين في الفداء، متساويين في المواهب حتى بتاعت الروح القدس. روح الله بيشتغل في الرجل ويشتغل في المرأة بنفس تساوي حسب الأدوار بتاع كل واحد منهم. كلنا عارفين كويس الكتاب المقدس من البداية يقول لنا الحقيقة دي. احنا ساعات كشرقيين، سواء مصريين سودانيين عرب عموما، نزعة الرجولة ساعات بتبقى مفهومة غلط شوية. في الوقت اللي ربنا يقول خلق الله الإنسان على صورته، الإنسان جنرالي، على صورة الله خلقه، ذكر وأنثى، يعني متفقين، واحدة من المسلمات الراجل والمرأة قدام ربنا واحد. رغم أن ربنا خلق آدم على صورته ومثاله، وآدم كان في الجنة، يعني الراجل مش عاوز حاجة، لكن ربنا نفسه قال ليس جيد أن آدم يبقى إيه واحد. ليه يا رب؟ ده على صورتك ومثالك وقاعد في الجنة. قال لازم أعمل له نظير معين، نظير معين، أو معين نظير. ما قالش معين وبس، لأن لو قال معين، أنا فاكر قلت لكم المرة اللي فاتت إنك هتبقى كارثة على الرجال. ليه الإنجيل يقول معين نظير؟ ليه؟ متساويين. معين نظير، لو قال معين وبس، معروف ان في اللغه العربيه المعين اقوى من المعين. فلو حواء كانت معين وبس وادم معين وبس، كان هيبقى جنس النساء اعلى من ايه؟ من جنس الرجال. لا، معين نظير. غلطيا بولس الرسول يقول لنا فيها ايه جميله قوي بصراحه محتاجينها كلنا. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في إيه؟ في المسيح. أنا مش عاوز يعني أقول ممكن الآية دي يضاف إليها كمان ليس إيه أو إيه، إحنا فعلا كلنا واحد في المسيح. الحتة دي لازم تكون شغلنا الشاغل في الفترة اللي جاي. بسرعة شديدة، بناء إن الرجل والمرأة متشابهين ومتساويين في القيمة وفي الفداء ومواهب روح الله، وشفنا كثير من القديسات عملوا أعمال أعظم الرجال ما عملوهاش، روح الله كان بيشتغل فيهم. يكفي أما نسمع عن أمنا العذراء، فاقت كل البشريين والسمائيين، روح الله نقاها وحل عليها حلول خاص لم ولن يتكرر. تعالوا نشوف في ثلاث أخطاء شيعة الراجل بيقع فيها، وثلاث أخطاء تانية شيعة المرأة بتقع فيها. ندخل بقى في البعد الإيه العملي في بيوتنا. ماذا تفعل المرأة وهي في بيتها وبتأذي بيتها من خلالهم؟ ثلاث أخطاء شائعة، والمرة دي بقى نركز كل واحدة في سرها تقول أنا بعمل الكلام ده ولا لأ. أول حاجة،
الزوجة اللي بتقدم نصايح كتير عمال على بطال لجوزها، انت كان لازم تعمل كذا، هو انت ما بتتعلمش ابدا؟ حاجات زي كده، نصايح غير مطلوبه بغرض المساعده، هي عاوزه بيتها يبقى حلو، عاوزه جوزها يبقى حلو، بس الزوجه اللي بتقدم نصايح كتيره معاها رساله ما اتقالتش بتحسس جوزها انه غير محبوب، انه غير موثوق فيه، انه مش كفء. ده بينعكس على ادائه في البيت في كل مهامه على فكره. ده اول خطا المرأة بتقع فيه. خطأ التاني عدم تقدير ما يفعل، وتحت كلمة ما يفعل ديت هنحط 100 خط، لأنها بتشتكي باستمرار من الحاجات اللي بينساها. يعني يبقى زوج كل في أنه يجيب من السوق مثلا 14 حاجة، والراجل راجع البيت جايب حاجات قد كده وطالع السلم وتعبان، بتفر الحاجات، اكتشفت ان الحاجة رقم 14 ما جاتش، هو جاب 13 حاجة بدقة كاملة. هو انت يعني عمري ما اقول لك حاجة الا ودايما تنساها؟ طب يا حبيبتي اشكريني على ده، انا جايب 13 من 14. هنعرف كمان شوية ان الراجل يحب يتمدح على اللي بيعمله، المرأة تحب تتمدح لشخصها هي، لشخصها هي. فرق على فكرة مهم جدا للرجالة تاخد باله منه والستات. الراجل يحب يتمدح على الحاجة اللي بيعملها، حتى لو في حنفية كانت بايظة في البيت وصلحها، الزوجة الشاطرة تقول له لولاك كانت برايتون غرقت. لكن هو يرجع مش يمدح مثلا في نظافة البيت أو الأكل وكده، الحاجات دي مطلوبة، لكن الراجل الشاطر يدور على حاجة جميلة في مراته هي نفسها، تسريحة شعر، لبس، أي حاجة، أكيد حتى لو هي إيه، أكيد في حاجة كويسة تمسها. نقطة مهمة جدا للرجالة، الزوجة تحب تمدح أو المرأة تمدح لحاجة فيها هي كإنسانة، الراجل عاوزين تكسبوه تمدحه إيه؟ ما يفعله. الزوجة اللي بتغلط اللي هي ما تمدحوش على العمل، ولكن تقعد تقتت فيه على حاجة نسيها. طبعا ده بيشعر الراجل ايه؟ انه غير محبوب، لان اعماله مش مقدرة، اللي هو كان منتظر شريكة حياته تمدحه فيها. الخطأ الثالث بتاع الزوجة توجيه الاوامر، بقى الزوج والولاد واحد، يحس ان هو معاه أبلى النظرة. على فكرة ديت واحدة من أسباب خراب بيوت كتير قوي، ان الزوج يحس ان هو تلميذ طفل، فدي حتة للزوجة تاخد بالها منها، لان هو كده مش مال وهدومه، مش مال عين مراته. انا بقول لكم التلات حاجات دي اشهر تلات اخطاء، تقديم نصايح عمال على بطال، عدم تقدير ما يفعله، تالت حاجة الاكثار من الاوامر. الحاجات دي كلها بتنعكس حتى على العلاقات الخاصة اللي بين الزوج والزوجة. امال بقى الزوج بيغلط اخطاء ايه؟ الخطأ الشائع هو راجع البيت متصور ان اللي قاعدة في البيت ديت مفروض عليها انها تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ده واجب عليها. مش واجبه بس. هنشوف برضو من ضمن سمات الراجل دايما البعد العقلي. يعني الوضع الطبيعي ان الراجل عقلاني اكتر شوية، الزوجة كتلة مشاعر. عشان كده الكتاب المقدس قال على المرأة الاناء الضعيف، مهما كانت قوة شخصيتها على فكرة، مهما كانت قوة شخصيتها، لان ممكن راجل يجي يقول لي مراتي دي اناء ضعيف، ده مراتي دي بتعمل كذا وكذا. لا، المرأة كطبيعة ربنا خلقها كتلة مشاعر، ويجب عدم الاستخفاف بالمشاعر. ممكن تكون زوجة رائعة في كل شيء، لكن مثلا لو شافت صرصار تصرخ تملى الدنيا صريخ، الزوج يمسكها تريقة على حتة كذا. لا، نراعي مشاعر المرأة،
اللي عاوز يكسب سلام بيته يراعي مشاعر المرأة، وحاجتها انها تحس ان مشاعرها مقدرة مش اعمالها زي الرجل، مشاعرها وبالذات قدام الاصدقاء واكتر واكتر قدام الاهل. قد ايه الزوج الحكيم حتى لو في مشاكل كتيرة بينه وبين مراته، لكن قدام اهلها يخليها اميرة الاميرات. المرأة لو حست انه بيتجاهل مشاعرها تحس انها برضو غير محبوبة وان مش هي رقم واحد في حياته. الغلطة الشايعة التانية عند الراجل انه ممكن يسمع لها بس يغضب ويرمي التهمة عليها، هي اللي بتنرفزني. حتى دي بسمعها من رجالة كتير قوي، هي اللي بتنرفزني. يسمع بس ما بسمعش للآخر ويدعي ان هي اللي اغضبته. طبعا لما يبقى في كل حاجة يعني وهو غضبان وهو غلطان وهو مثلا شتم وهو 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 بس هي السبب، يبقى معنى كده بيزود المسافة بينهم. ايضا الخطأ الشائع الثالث عند الرجالة انه ممكن يسمع لها ويطول باله، يبقى كارثة لو الراجل بعد ما سمع يوم سايبها وماشي ما يقولهاش اي كومنت على اللي اتقال. ثلاث اخطاء عناوينهم تاني بسرعة عكسهم بقى: احترم مشاعر الزوجة، اسمع للاخر، ولو حتى تنرفزت اعرف السبب الحقيقي في النرفزة بتاعتك، ولو انت متنرفز ما تتكلمش. عارفين المثل الامريكي اللي بيقول تحدث وانت غاضب فسوف تقول اعظم حديث؟ المقطع الثالث يقول ايه؟ فسوف تندم عليه بعد ذلك. الكلمة دي سواء للراجل او للست، بس المهم ما تتكلمش وانت غضبان، ولو غضبت ما ترميش السبب على الزوجة، حاول تسمع للآخر ولازم تترك كلمة مريحة في الآخر. قاعدة هامة: من يعطي كثيرا قد يرهق ويتعب. العطاء الصحيح دايما سواء من الزوج لزوجته أو العكس مش بالكمية بتاعته ولكن بالكواليتي اللي بتتقدم. الاختلافات بين الرجل والمرأة ده ربنا قصدها لأن عراسم دور لكل واحد. الاختلافات دي ممكن تكون سبب تكامل، وزي ما ربنا عاوز في حاجات المرأة تعملها أنا ما أقدرش أعملها، وفي حاجات الرجل يعملها المرأة ما تعرفش تعملها نظرا لاختلاف الطبيعة. فمهم جدا أبقى مقتنع أن في اختلاف، طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. لا أتعامل مع زوجتي كما لو كانت واحد صاحبي مفروض أنها تعمل كذا وكذا. وبرضو الزوجة الشاطرة تبقى عارفة طبيعة الرجل. الجميل أن ربنا ما عملش الطبيعة المختلفة دي وساب الإنسان بعيد عنها، لأن اللي فينا دارس حاجات طبية يعرف أن هناك هرمونات ذكورة وهرمونات أنوثة. هرمونات الذكورة موجودة في الرجل والست وكذلك هرمونات الأنوثة، ولكن مقدار هرمونات الذكورة في الراجل عالي عشان كده بتظهر الصفات اللي بتميز جسد الرجل، الصفات الثانوية. لكن يا ترى ايه الحكمة يا رب انك تحط هرمونات أنوثة في جسم راجل والعكس؟ يعني في قدر من السمات موجودة بتاعت الجنسين في كل من الاثنين اكيد عشان يبقى في قدر من الإحساس بالآخر، لأن ربنا لما خلق الآخر خلقه عشان يساعد الشخص في الوصول للملكوت. ربنا خلقنا كلنا مختلفين عشان إحساس التكامل هو اللي يجمعنا. أنا ما ينفعش أعيش لوحدي، ربنا خلق الإنسان اجتماعي عاوز الآخر. تعالوا نشوف كده بسرعة أهم الاختلافات في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، و
ازاي نستفيد بيها. يعني انا مش هطول كتير قوي، هما المفروض في حوالي 7 اختلافات هناخد على قد ما نقدر ونفتح بقية المناقشة. وفي مرات قادمة ممكن نكمل، يعني النهاردة مش هنلحق الـ7 حاجات. أول حاجة الميل للقيادة. عكس القيادة إيه؟ الخضوع. وعلى فكرة دايما أي جماعة بشرية، وأظهر جماعة بشرية دايما تتكون من 2، أي 2 يمشوا مع بعض لازم نلتقي قائد ومقود. ما ينفعش 2 قادة يبقوا ماشيين مع بعض، وما ينفعش 2 ما فهمش روح القيادة يمشوا مع بعض، هيغرقوا بعض. فطبيعي قيادة وخضوع. أما أجي أسألكم قبل ما نشوف الكلام اللي مكتوب فيها، بديهي مين الجنس اللي بيميل للقيادة؟ وضع طبيعي الراجل، ده حتى الرجل رأس المرأة. والوضع الطبيعي واللي غيره ما يبقاش طبيعي ان المرأة تميل للخضوع. حتى يمكن عارفين كويس قوي الرئاسة والخضوع من اهم المواضيع اللي تناولت العلاقة بين الزوجين في الكتاب المقدس. الرجل رأس المرأة كما ان المسيح رأس الكنيسة. ايتها النساء اخضعنا للرجال كنا في كل شيء كما للرب. لكن اتمنى الحتة دي تبقى مفهومة صح، لان الميل للقيادة اللي عند الرجل لو تطرف بقت كارثة للبيت. الميل للخضوع عند المرأة لو تطرف، لو زاد شوية وبقت خانعة مش خاضعة بقى، برضو البيت باظ. الوضع الطبيعي ان الرجل هو القائد، والوضع الطبيعي ان الزوجة تخضع لزوجها. بس ازاي؟ دلوقتي الصفة اللي بنتكلم عنها الميل للقيادة مقابل الخضوع. هتلاحظوا في كل واحدة من الـ7 نقط المفروض في عندنا 3 سطور كده. الوضع الطبيعي يميل الرجل للاقتحام والتقدم وتولي القيادة، ده وضع طبيعي. المرأة الوضع الطبيعي تميل للخضوع لقيادة الرجل. هنسمع تعبير كلمة جنوح الدور. لو الدور ده زاد شوية اللي يحصل، لو راجل يعني الرجولة زادت عنده شوية، وتصور ان لازم كل كلمة تتقال تتنفذ بالحرف، انا راجل يبقى لازم كلمتي هي اللي تمشي بالصورة الكوميدية اللي احنا بنسمعها، كلمة السيد اللي كنا بنشوفها في الافلام المصرية القديمة. جنوح الدور لو الراجل زود شوية هيتحول الراجل من دوره كقائد الى رتبة، انا سيادة اللواء اللي في البيت، انا الفريق اول. هتبقى كارثة، وبالذات لو كانت الزوجة شخصيتها شخصية طبيعية كويسة. لو زاد الراجل في احساسه بالقيادة هيتحول من دور القيادة الى رتبة، ودي كارثة، سيطرة وتسلط، وده ضد كل ما هو في الكتاب المقدس وقواعد سلامة البيت. لو المرأة زادت في الخضوع بدرجة مفرطة هيتحول خضوعها المطلوب إلى خنوع وسلبية. والكارثة أن بيبقى عندنا بقى زوج متسلط، زوجة سلبية تماما، مثال سيء للأولاد، فبيطلعوا أولاد معقدين. لا الولاد ينفعوا يطلعوا أزواج كويسين، ولا البنات هيطلعوا زوجات كويسين. عشان كده لما حد بيجي يسأل مثلا أبونا أنا متقدم لبنت، أو أنا في واحد متقدم لي، إيه أهم حاجة أخد بالي منها؟ إحنا ما بنقولش الولد خد البنت الفلانية أو سيب البنت الفلانية أبدا، لكن بنظبط معايير الاختيار عندهم. من المعايير المهمة قوي الواحد يقول له يا ابني بص للبيت اللي انت جايب منه شريكة حياتك، او اللي انت عاوز تختار شريكة حياتك. شوف العلاقة ما بين الاب والام، شوف العلاقة ما بين البنت وابوها وامها، فيها علاقة احترام؟ الزوجة بتلعب دورها صح، بتقدم الزوج، ولا هي اللي واكلة الحديث؟
والزوج قاعد عمال يقول امين وبس مثلا يعني. فتحذير للراجل انك تحول دور القياده الى رتبه قياده، واوعى تتنازل انك تلعب دورك صح. الزوجه اوعي تبقي سلبيه وخانعه حفاظا على بيتك وحفاظا على اولادك فيما بعد. سوء الاستقبال لما بيتفهم ده غلط، بمعنى لو الزوج لقى زوجته استمتعت بحكاية الخضوع والخنوع هيستمتع هو أكتر ويزود سيطرته، وتمتد السيطرة والقسوة إلى أكتر من مجرد شوية أوامر، ويدي لنفسه بقى حقوق جديدة على الرتبة الجديدة اللي هو خدها، سواء أشكال مختلفة من العنف، سواء عنف نفسي أو عنف مادي. أيضا لو الزوج زود قيادته بصورة متسلطة هي مش هتقبل منه أي حاجة. يعني باختصار لازم يبقى فيه توازن كافي في القيادة، والزوجة تطلب الحتة دي، لأن أنا واثق أن المرأة الطبيعية عاوزة تسند دماغها كده على كتف راجل تبقى مطمنة، هو اللي بيقود هو اللي ماسك الدفة. والزوج على فكرة يعني بتتعب قوي لما تحس ان هي، آسف في التعبير، راجل البيت، لان ده مش دورها، مش ده دورها اللي ربنا عمله. هي شريك حياة أشركها في القرارات كل حاجة، لكن يوم ما يبقى فيه اختلافات في وجهات نظر، اختلافات بسيطة، القائد هو اللي ياخد الرأي. طب مش قادرين نوصل، احنا قلنا في البداية خالص الجواز المسيحي علاقة ثالوثية، هختلف في شريكين اختلفوا لازم اجيب التالت يقول ايه في الموقف ده. مش قادر اسمع صوت ربنا جوه البيت، اروح لخادم ربنا، يا ابونا الحتة دي نعمل فيها ايه. لكن في ساعات اسر لا، احنا ما ندخلش حد بيننا، يبقى البيت بيولع، وبعد ما يولع الحق يا ابونا. لا، اللي اتقال لغايه دلوقتي اللي هي النقطه الاولى من السبع نقط، حته القياده والخضوع. ندي بريك كده لاي اسئله، عشان انا عارف ان النهايه بتبقى الساعه 9، ولو خلصتوا الاسئله في حته القياده والخضوع نتنقل لنقطه تانية، اللي هي زي ما انتم شايفين المواجهه للمأكول مقابل الاحساس بالامان.